Okay, given the following FIR, find the poles and zeros and sketch them on the Z plane. On. أول شيء نطلع الأجزي أجزي هاي زي هيك ولا صغيرة ما يهمش equal to 1 plus z minus 1 over 6 minus z minus 2 over 6 وتساوي 1 زائد 1 over 6 z minus 1 over 6 z squared وتساوي 6 z squared plus z minus 1 over 6 z squared وتساوي بنعمل وتساوي z squared plus z over 6 minus 1 over 6 over z squared تساوي z squared plus z over 6 minus 1 over 6 over z squared بعدين ناخذ الجذور هذولا زي هيك تطلع z squared plus 6 z minus 1 over 6 على شكل 1 over 6 لما نجمع هذول بطلع هذا زي جوار زي هون بعدين هسه الجذور شو بتسوي 0 z plus half z minus a third over z squared هسه شو بنعمل بنروح نعمل ال z plane بنروح هاي ال سيجما وهي الجي اوميجا بعدين نرسم البلين هاي واحد هاي ماينس واحد هاي واحد هنا ماينس جي اوميجا ماينس الثيرد وين بيجي ماينس الثيرد بيجي هذا النص صار تقريبا هذا نص بيجي بلس هاف معناته هون عندنا روت من زيرو دائرة زي هيك وهون عندنا ناقص الثيرد تقريبا هون عندنا بول أوبس زيرو كمان مش بول هذول الزيروز بولز وهذول الزيروز
وهسه البولز وين عندنا اثنين بالاوريجن هاي واحد هاي اثنين هذا الجواب شكرا